هيك بنقضيها الصبح طبعا. السلام عليكم. اهلا وسهلا. السلام عليكم، اهلا وسهلا. في هذا الفيديو بحاول اشارككم لحظات من حياتنا كعائلة مسلمة مقيمة في اليابان خلال شهر رمضان المبارك. هي لقطات من ايام مختلفة صورتها حسب فضاوتي، لكن نوعا ما بتعكس روتيننا خلال يوم كامل. معكم فاطمة عناني، واذا كنتوا لاول مرة تدخلوا قناتنا فالبطاقة اللي راح تظهر فوق راح تاخذكم للفيديو التعريفي. واللقطة الاولى طبعا من السحور اللي غالبا ما بيكون على الطابع العربي. بصحي ابني وبفطره فطور خفيف بحيث نعوده شوي شوي على الصيام، وبعدين بخليه يجهز حاله لحاله، وانا بروح بحضر الاوبنت تبعه او صندوق الغداء. هم الاطفال بوكل بالمدارس، يعني المدارس بتجهز الوجبات، لكن لانه مش مناسبه للمسلمين فانا بعمل له من البيت. وقبل ما يطلع بقيس درجه حرارته وبكتبها على الورقه عشان المعلمه تشوفها، وبكتب اذا هناك اي شخص بالبيت مريض او كذا فهي لازم تكون ضمن الملاحظات اللي نكتبها على الورقه. الساعة 7:30 موعد خروج علي المدرسة، بروح لنقطة التجمع. بروحوا اثنين أولاد صفهم ثالث كأنه، بروح معاهم على المدرسة لأنه دائما الأطفال الصغار اللي بالسنة الأولى لازم يروحوا مع أطفال أكبر منهم سنا. وبكون جهزت له وجهز الصبح صندوق الغداء اللي عملنا الأكل تبعه مبارح، فمسخنا بس الصبح. أحيانا إذا في إشي طبق ناقص يعني بسوي الصبح. وهاي عدة الأكل، دائما طلاب صغار وراهم، هاي صف أول وثاني عشان الناس ينتبهوا لهم أو السيارات تنتبه لهم. هاي الأونيسن الأكبر منه بيحكي لهم أونيسن، فهو دائما في النص، واحد قدام واحد ورا. نوح قاعد بفطر، دوامه على الساعة 10 والباص بيجي على 9:30. فالصبح دائما نقعد إيش، ناخد عربي، ناخذ قرآن، نتدرب على هذول اللي على الحيط. يلا نوح. ماشي، كلها ونبدأ. أنا حاطة أحرف عشان يحفظهم مع أسامي إشي حدا من أهلي، إشي أصحابه، إشي منوع يعني. يلا، وين حرف العين؟ عين، أي واحدة؟ صح، علي. علي شاطر. هيك بنقضيها الصبح طبعا، بعدين بحفظ شوية قرآن، بعدين بلبس وبنطلع. كل هاي العشقة عشان يطلع معنا المنتج الأخير، صندوق الغداء أو الأوبنتو بالياباني. إيش أوبنتو تبعي؟ أي، أول أوبنتو لنوح زي ما حكيت لكم الرضا بتعمل له، بس يوم بالاسبوع الامهات بيعملوا عشان يعني الاطفال يتذوقوا من طعم امهاتهم. بس مش هسه تاكل يا مامي، مش هسه، بعدين. ماشي، كلها في الروضه. ماشي، حطيت له سندوتش الجبنه ومربى خيار، هذا فول الصويا وكرات ارز، بس هذا رز مع شعير، نوع من انواع الرز اللي بيعملوه اليابانيين، وتشيكن ناجت. بس نوح سعيد. كلها تمام. يا السلامة. اهلا وسهلا. اول ايام كان بعيط كل ما يطلع الباص، اما خلص تعود. الاولاد بالمدرسة، فبعد ما يطلعوا بظبط البيت وبشتغل وبخلص كل شغلي، بعدين بطبخ بكير. هاي قائمة الطعام لشهر كامل بمدرسة علي، فبحاول ايش اطبخ مثلها او اشي شبيه الها يعني. فاليوم راح اطبخ هاي القائمة، اللي يعني هو موضوع شوي صعب، بس انه عن طريقه صرت اتعرف على الاكلات اليابانية وعلى خضرواتهم مكونات اكلهم وهكذا. اشارككم بعض الاشياء الجديدة علي، يعني عرفتها بس انه خلص يعني صرت جديد استعملها بالطبخ. هذا فول الصويا مبين زي الفول او البازيلا الخضراء، وفي الموياشي هذا ارخص خضار موجودة باليابان، براعم فول الصويا. وفي عندنا الوكمة اعشاب بحرية، وايش كمان في، الميسو سوب
هاي بتنعمل فيها شوربة الميسو. وإيش كمان؟ بس تقريبا هاي الأشياء الموجودة بطبخة اليوم وجديدة علي. عادة بحاول أستغل وقتي كله أثناء ما يكون الأولاد بالمدارس بحيث أتفرغ لهم بعد ما يروحوا. لهيك اليوم حاولت أخلص برنامج رمضاني من دراسة وقراءة يعني وغيره أثناء ما كنت بعمل قطايف، واستعملت ماكينة يابانية عشان أقدر أعمله، والحمد لله زبطت فيها. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا. أنا هاي في الصبح رحت مع ولد كبير، لما روحت مرة ثانية رحت مع الولد الكبير. شفته مرة ثانية؟ طب ما حفظت اسمه؟ طيب فوت سمعت اسمه بس نسيته هسه. علي روح، بس قبل ما يعمل أي شيء حكيت له خلص واجباتك بعدين ايش تلعب. اول مره سعيد جدا عشان اول مره بسوي واجب. شو يعني واجب في اليابان؟ اسمه شيكودا. شو اليوم عليك واجب حرف ايش؟ حرف ك. زي ايش؟ كوتسو. صح. شو يعني كوتسو؟ ضربات. لا قصدي حذاء. احكي حذاء، عشان حذاء يعني كل اشي، عرفت؟ يلا لازم يكتب هون وكمان ورا فيه، ورجيهم ورا ورا كمان ورا فيه كثير. وبعد ما يخلص لازم احط له تقييم في دفتر التقييم، لازم احط اذا انا خلصت ترسمي. لا مش انا بحط، في هناك كتاب السنسة عطتنا اياه، حكت اكتبي اذا حل كويس، اذا كتب بسرعة، إذا رد، هيك كله اكتبه. مع المدام تعطينا الأخبار أول بأول. بتحكي انه نوح وصاحبه اسمه هرمة قضوها يسولفوا في الباص. نوح علي في الهاي في المنتزه. طبعا علي نوح ما بعرف غير كم من كلمه ياباني، فابصر شو كان بيسولف مع صاحبه بالباص. علي سبقنا على المنتزه، خلص صف اول، ف بقدر على كيفه يطلع ويروح ويجي، فلهيك اجى لحاله. قلت له بلحقك بعد ما نوح يروح من الروضه. الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يشدان. علي ونوح بأخذ دروس عربي ودين أونلاين مع أصدقائهم العرب في اليابان، تقريبا بتكون الدروس مرتين أو ثلاث مرات بالأسبوع. وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. عندنا لوحة الأنشطة اليوم طالب منها ورقة، فكان النشاط انهم يعملوا حلويات، فانا ايش عامله كيك وبقايا منها اعطتهم اياها عشان يزينوها. تكتب نوح؟ كل هذا نوح؟ علي شو بدك تسوي؟ ارسم انسان. عملنا كيك كثير، فحكينا نودي لجارتنا اليابانيه، كمان لجارتنا في عندي جاره باكستانيه مسلمه. قرب يأذن فنلحق بسرعة. يلا نوح. وجهزنا الإفطار. طبعا أول شيء رح نفطر على تمر، وإحنا أهل الجنوب بالأردن بمحافظتي ومحافظة معان، كثير بنحب ناكل التمر مع السمنة. والأطباق منوعة يعني، فيها إشي ياباني وفي إشي عربي، فعملت سلطة يابانية وشوربة يابانية لأنهم رح يكونوا من ضمن أكل عالي بكرة، وبرضو شاورما وبخاري دجاج. هاي طبخة بيكون بنحط فيها حمص، بسميها بخاري بجنوب الأردن. وبس أنا بحبه. يلا كل صحتين. أنا جيت وعليها كان في الحمام بتحمم. إذا أنا صلينا مع بعض نوح وأنا، هاي نحط طبعتين. طبعتين.
لا طب عيتين. طب دان طب عيتين. عيتين. وإيش كمان لازم تسووا؟ ولازم نأذن. وإيش كمان؟ ونصلي. أذان وصلاة. وإيش آخر إشي؟ آخر إشي ونصوم. وتدعي صح؟ هاي أربع أشياء لازم يعملها علي معنوح. إذا علي يعملها لحاله بحط طبعة واحدة. هاي كانت فكرة صحبيتي، كل أطفال أطفالنا يعملوا نفس الشيء. وإذا علي ونوح صلوا مع بعض جماعة بحطوا طبعتين على أساس مشروع مسجد، بس ما كمل المشروع، تعبوا هم بلونه، بس يعني يفي بالغرض. علي الصلاة بتبدأ وأنت واقف. الله أكبر الله أكبر. خلاص هي بسكر الفيديو. المرة السهرة الرمضانية اسمها، نروح بحكي رمضان جاهز. دام عندنا سهرة رمضانية حتى أحاول قدر الإمكان أخلي عند أطفالي هيك ذكريات حلوة عن رمضان، فدائما أي نشاط بنعمل بنعطيه اسم، فقاعدة بنقعدها مع بعض وبنحط فيها حلويات هيك قبل يعني بعد الإفطار، سميناها سهرة رمضانية بحيث نحط لهم إشي بيحبوه في نفس الوقت كل عيلة بتكون قاعدة. وهيك بيكون وصلنا لنهاية الفيديو، إن شاء الله تكونوا استمتعتوا واستفدتوا معنا اليوم. لا تنسوا دعمنا بالشير واللايك والسبسكرايب. كانت معكم فاطمة عنانة من الأردن، دمتم بخير متابعينا.